السلام عليكم، كي داير غزال ديالي؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ الامور ديالكم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما خصكم خير، ولكل الموال ديالكم البنات سين سين، وتكونوا ناشطين وفرحانين. ايوا يا الحادي، قالت فين وصلتوا؟ وجدتوا شي سلو؟ وجدتوا شي بريوات؟ وجدتوا شي شباكيه؟ فين؟ غير قولوا لي فين وصلتوا، واش نتوما معطلين بحال اختكم؟ خصكم راه باقا معطله. ايوا بشويه بشويه ان شاء الله نلحقوا، ان شاء الله الله يرزقها غير الصحه والسلامه، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله، ويدخل عليكم هذا الشهر باش ما كتمناو. يا ربي كل واحد اللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه يا ربي. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد، ودائما في اطار التحضيرات الرمضانيه. الغزالات ديالي اليوم جوج ديال الاقتراحات، فكيف ما غادي نعودكم هاد السيمانه هذه، غادي تبقاو تشوفوني ان شاء الله في كل فيديو ننزل لكم جوج ديال الاقتراحات. راكم عارفين خصكم راه معطل عليكم هكا في التحضيرات الرمضانيه، فغادي نحاول ان شاء الله انني يعني نوفق في هاد السيمانه، نوجد كاع داكشي اللي غادي خاصني. فكيف ما قلت لكم كل فيديو غادي نبقى نشارك معكم فيه جوج ديال الحاجات اللي ان شاء الله غادي يعجبوكم. فالاقتراحات اللي غنقترحهم عليكم اليوم، فاول حاجه غادي نوجدوا واحد السيجار اولا هذا بريوات بالكفته، وهذا الكفته والفرماج، شي حاجه اللي هي زوينه، شي حاجه اللي هي بنينه بنينه بنينه، وانا متاكده اذا جربتوهم فكونوا على يقين انكم ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم. وثاني حاجه يا غزالات، غادي نوجد معكم لاباط ديال بيتزا، حتى هي كتجي زوينه باللبن البنات. هي الغزالات باللبن، عرفتوا كي كتجي البنات؟ راه صراحه انا جربت العجينه ديال البيتزا حتى جربت، ولكن لاباط ديال اللي كنخدمها هكايا باللبن صراحه كتجي خطيره. واخا كندخلها للفران يعني كتكون طيبه مصطيبه، ومني كنولي نعمرها وندخلها للفران ما كتقصاش، حيت شي مرات كتقصح لكم ديك العجينه ديال البيتزا، كتولي قاصحه حجره ما فيها ما يتكال. هذه كتدخليها للفران كتحمر لك كامله، ومن بعد كتبقى هكا رطبه ومفشفشه. يا الغزالات هي اللي غنخدمها معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. وهنايا كيف ما كتشوفوا اختكم راها بدات كتحط هكايا المكونات، ايوا اختكم شات عاوتاني حتى البلاستيك اللي غادي نديرو فيه داكشي. بغيت نوريكم بالنسبه للبلاستيك اللي كنخدم به هكا في المجمد، في هذا الشيء اللي كنبغي نخزنه ان شاء الله في الفريغو. فهذا هو النوع ديال البلاستيك، ها نتوما اكياس الثلاجه تبان لكم هنايا بالمقلوب، هذا فيه 40 قياسه، 40 كيس غنوريكم. فهذا هو القياس اللي كناخذ انايا باش هكا كندير فيه دوك البريوات، كندير فيه دوك لاباط ديال البيتزا. ها نتوما شوفوا القياس، ها نتوما هذا كيجيني مزيان، كاين هذا القياس هذا، وكاين اللي كبر منه شويه، وكاين واحد اخر كبير. انا تيجيني هذا هو اللي تنخدم به دائما، وخديت هاد القياس هذا. وشوفوا البنات عرفتوا هنا غانينش، هذا فيه 40، وقيلا دايره شي واش 24 درهم، يمكن شي 24 درهم. صراحه هادو ما غاليينش وكينفعوا، وعمليا تقدروا تخدموا بهم المره الاولى وتعاودوا تخدموا بهم المره الثانيه. وهذه فيها 100 بياسه، ها هي 100 كيس فيها 100 صاك. هذه حتى هي واخا تبان لكم صغيره ولكن راها عمليه، ها نتوما هذه نقدر ندير فيها مثلا الفريز هكايا مقطع منقي، يعني غير نجبدها، يعني هاد الكيس غيكون مثلا عامل بالفريز، هاد الكميه كامله نقدر نخدم بها، اولا درت فيه الليمون، اولا درت فيه الحامض، كميه كامله نقدر نخدم بها. خيزو هكا الا طيبته ودرتو كنديروه في الماء، كنديرو بالماء ديالو هنايا، غير كنجبدو كنديروه هكا في مولينكس وكنطحنو. عمليه هادي كنقدر ندير فيها حتى الربيع والكرافس او ميم طو، يعني كنولي غير كنجبدها كنحويها كامله هكايا في الكوبوط. هادو صراحه هاد الكيس اللي كيكونوا صغار حتى هما البنات راه هما عمليين بزاف. مهم ما عليناش، نبداو ان شاء الله على بركه الله باش هكا ما نطولش عليكم في الفيديو. مهم بالنسبه هكا الاخوات اللي كيبغيو يعرفوا بحال هاد الحوايج انا وريتهم لكم، خليتهم لي هنايا باش هكا ما نساهمش. دابا ان شاء الله غادي ندوز هكا نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا المكونات ديال الحشوه ديال التلينيم اولا ديال التلبسيطلات ولا بريوات. مهم نتوما تيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتوا، يا اما سيكار يا اما بسيطلات
يا اما مسمنات، المهم شغلكم هذاك. يلا غزال. بالنسبه للمكونات فنبداو ان شاء الله على بركه الله. عندي هنايا البنات جوج ديال البصيلات اللي نقيتهم وشلطتهم تقريبا هنا كما قلت لكم، جوج ديال البصلات راهم شويه رقاق. عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته، عندي هنا ديال الدجاج، تقدروا ديروا ديال الدجاج ديال اللبان ديال البقري يعني اللي كان متوفر عندكم. الا بغيتوا ديروا ديال الدجاج تقدروا تشدوها وطحنوها وغتولي عندكم كفته ديال الدجاج. المهم نص كيلو ديال الكفته. عندي هنا 100 غرام ديال اللبان التفيمي اللي قطعته حتى هو رقيق. عندي 100 غرام ديال الفرماج حمر حتى هو حكيتو. هنايا البنات عندي 6 المعالق ديال الكريمه السائله، شويه ديال القزبر والمعدنوس، دويمه ديال الدجاج مع نص معلقه ديال الثومه بودر، الملح والبزار. وهنايا عندي شويه ديال الكمون، يعني راس معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره، ونص معلقه ديال الخرقوم. والشعريه الصينيه اللي كان سبق ليا ورطبتها هكا في الماء وقطعتها واحد شويه بالنسبه للقياس ديال الشعريه الصينيه، فتقريبا البنات درت هنايا 150 غرام، يعني درت 3 ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه. راكم عارفين النوع ديال الشعريه اللي كنستعمل، ديك الباكيه اللي كتكون حمراء، درت منها البنات 3. هادشي اللي كنا مغزلات ندوي ان شاء الله على بركتي. درت فيها شويه ديال الزيت وزدت عليها ديك البصيله، غادي نخليها ان شاء الله حتى كتشحر ليا واحد شويه. غادي ندير ليها شويه ديال الملحه، وغادي ندير داك شويه ديال الابزار صافي. وغادي نخليها كما قلت لكم كتشحر غير واحد شويه تدبل صافي. وغادي نولي كنزيد عليها الكفته مع باقي التوابل. المهم هاد الحشوه البنات دغيا دغيا هكا كتوجد، ما كتاخذش لكم الوقت نهائيا. البنات ديك الثومه بودر ديروها في الاول، صراحه انا راني نسيتها، ديروها في الاول. اللي بغى يدير الثومه العاديه فممكن انكم ديروها، غير هي ديروا واحد الدريه صغير حيت الثومه كتجي هكا شويه مجهده. من بعد البنات صافي ها الثومه كيفما كتشوفوا بعد ما تشحرات ليا ديك البصيله صافي، غادي نولي كنزيد عليها نص كيلو كما قلت لكم ديال اي نوع ديال الكفته بغيتو ديروها ديروها صافي. غادي نزيد عليها التوابل كامله، وغادي نزيد عليها دويمه ديال الدجاج اللي كتبقى اختياريه. الا ما بغيتوش ديروها فممكن انكم يعني ما ديروهاش. كتبقى المعدنوس صافي، وغنحاول انني نخلط هادشي كامل حتى كينسجم ليا مع بعضيات. شحر ليا ديك البصله مع الكفته. دابا غادي نولي كنزيد عليها ديك 6 المعلقات ديال الكريمه السائله، كتعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. بالنسبه لي ما بغاش يديرها فممكن انكم ما ديروهاش، غير هي كتعطي مذاق كما قلت لكم زوين بزاف. غادي نخلطها مع هاد الكفته والبصله ونخليها هكا كتشرب غير واحد الشويه صافي. وغادي نولي كنزيد البنات الشعريه الصينيه، غادي نزيد الفرماج، وغادي نزيد اللبان الفيني، غادي يبقاو هما اخر حاجه يعني حتى غدا نطيبو ان شاء الله. غادي نقطعها هكايا على 4، غادي نقطعها في الاول على 2 هانتوما، ومن بعد غادي نولي كنقطعها على 4، يعني كل نص غادي نقطعو على 2. طريقه سهله شوف، هاد التحتاني ما قطعتهاش ماشي مشكل صافي. هادي حتى هي غادي نقطعها على 4، عفوا على 2. صافي هنايا كيفما كتشوفو غادي نولي كناخد
بالورقه ديال الطبسطيله. ها انتوما الجهه اللي كتكون رطبه هي اللي كنديروها من التحت، الجهه اللي كتكون هكا حرشه هي اللي تنديروها من الفوق. انا هنايا مستعمله الورقه ديال البخار، فصراحه الورقه ديال البخار كتحكموا فيها كيف ما بغيتوا، ما كتقطعش ليكم نهائيا، وكتخدموا بها وانتم مرتاحين يعني. ولو تبات في الثلاجه فما كيوقع ليها حتى شي حاجه. فانا صراحه هذه الورقه راه خديتها فاش كنت وجدت معكم هكايا البريوات والبليغات، خديتها كميه كثيره وباتت في الثلاجه ما طرا ليها حتى شي حاجه، ها هي باقا مزيان. فاول حاجه هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندهن بالزيت لحقاش هي اصلا ما مدهوناش صافي. وغادي نجيب ان شاء الله الحشوه وغادي نبدا كنعمر الحشوه. ضروري ما تكون هكايا بردات، نولي كناخذ واحد شويه ونحطو هنايا. نتوما تيبقى لكم الاختيار، ديروهم كبار ديروهم صغار، يعني كل واحد يدير القياس اللي كتفضلوه صافي. فكيفاش غادي نلفهم؟ غادي نجيب هذا هنا وغنجيب هذا هنا بحال هكا صافي، وغادي نلف بهاد الطريقه. بالنسبه لهنا غادي ندير شويه ديال الدقيق مع الماء وغادي نلصق، وها هما اللي نام عندنا جاهزين. نوريكم تاني هنايا، كيف ما شفتوا الغزالات ديالي، طريقه اللي جد مبسطه وبالخصوص هكايا للمبتدئات كيلقاو مشكل في الطي ديال البريوات، فهذه طريقه ديال النعناع كتجي شويه سهله على البريوات. وحتى البريوات صراحه راهما ساهلين، ولكن كاين بعض الاخوات اللي تيجيهم هكا صعب، فجربوا هذه الطريقه ديال النعناع فهي طريقه كتبقى مبسطه يعني بزاف. هادشي اللي كاين دابا انا نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. غادي ندهنهم بزيت المائده، غادي نحاول انني ندهنهم مزيان بزيت المائده، نحطهم في واحد الويطه وندخلهم الفران حتى كيطيبوا نص طيبه فقط، يعني كيتشمعوا ليا، ما كنخليهمش حتى كيكملوا في الطياب، وانما فقط كيطيبوا ديك نص طيبه باش ملي كيبردوا وندخلوهم المجمد يعني ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، كنوليو غير كنجبدوهم وكنطيبوهم عادي، ما تيوقع لهم والو. العكس ديال الا درتو لهم هكا وجمدتوهم في الفريغو الوقيته اللي كتجبدوهم فالورقه كتفسد وما كتبقاش زوينه نهائيا. هادشي اللي كاين الغزالات، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. بعد ما دخلت النعناع دابا يلا الفران، كما قلت لكم غادي نطيبوهم فقط نص طيبه، يعني ماشي نكملوا لهم الطياب ديالهم. فكان سبق ليا وشاركت معكم هكا البسيطلات الصغار اللي درت بالحوت، وشاركت معكم كذلك واحد البريوات بالدجاج. دائما البريوات ولا النعناع الا بغيتو هكايا تحتفظوا بهم في الثلاجه، فماشي غير تلويوهم ودخلوهم للمجمد مباشره. الوقيته اللي غتجبدوهم يعني واخا تدخلوهم مباشره للفران ولا مباشره للمقله فيها الزيت، فداك العجينه ديال البسطيله اولا ديك الورقه البسطيله ما كتبقاش في الشكل ديالها زوينه، ماشي بحال الا طيبتوهم نص طيبه هكا في الفران عاد وليتو درتوهم في المجمد. دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد العجين ديال البيتزا، شي حاجه اللي ما نقولش لكم، شي حاجه اللي هي زوينه 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 بزاف وسهله مهله، وكتخرج لينا هكا واحد الكميه اللي هي كثيره ان شاء الله. دابا غادي ندور لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا معايا المكونات ديال هذا العجين. بالنسبه للمكونات ديال هذا العجين هذه، فبالنسبه للمقادير غادي نحتاج البنات ثلاثه ديال الكيسان هنايا ديال الطحين، مازال غادي نحتاج الطحين مازال عندي هنايا ثلاثه ديال الكيسان ديال الطحين. عندي البنات هنايا كاس ونص ديال الماء وكاس ونص ديال
اللبن، يعني اللبن ماشي الحليب. اللبن البلاتي اذا ما كانش عندكم اللبن ممكن تعوضوه بالحليب، ولكن يستحسن انكم تخدموا باللبن. كما قلت لكم هنايا عندي كاسونس ديال الماء، كاسونس ديال اللبن، شديتهم البنات ودفيتهم. غادي ندير عليهم كاس ديال ياغورت طبيعي بدون سكر. فهذه هي اول مرحله غادي نقوموا بها. غادي ناخذ هذا اللبن مع الماء وغادي نزيد ليه داك الياغورت طبيعي بدون سكر، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. هاد المكونات خاصهم يكونوا سخان، ماشي سخانين سخانين، ولكن المهم الخليط خاصو يكون دافي نوعا ما. غادي نخلطهم مع بعضياتهم صافي. هنايا كباقي المكونات غادي نحتاج معلقه كبيره ديال السكر، غادي نزيدها هنايا على داك كاسه الكيسان ديال الطحين. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الفوريه. عندي هنا معلقه ديال بودره التوم كتعطي واحد المذاق زوين بزاف للعجين ديال البيتزا. وغادي نحتاج الملحه، قياس هكايا ديال الملحه. بالنسبه للزيت غادي نخليه هو اخر حاجه. غادي نخلط هاد النواشف مزيان مع بعضيتهم، وغادي نزيد ليهم الخليط ديال اللبن مع الماء مع الياغورت صافي. هنا ما كانش تخلط ليا داك الدار مزيان صافي. غادي نخلط النيله، بغيتو تزيدوا البنات يا اما زعتره ولا الزعتر باش هكا كتنسمو البيتزا ديالكم، زيدوه الا كان كيتوفر عندكم زيدوه صافي. انا غادي نخلط مزيان هاد الخليط وغادي نولي نغطي عليه بالفيلم اليمونتير ونخليه حتى كيضاعف ليا الحجم ديالو، ونخليه تقريبا واحد 15 دقيقه نص ساعه. المهم يبان لينا الخليط انه تفاعل صافي. ديك الساعه غادي ندوزو باش نكملو باقي المراحل. لينام ديالي بعد ما درتهم هكايا تشمعوا صراحه، ماشي نقول له من التحت راه ما تحمروا، من التحت تقولوا راه ما تحمروا غير شويه هكا من الفوق، ولكن زعما ماشي ما كاينش مشكل. ها نتوما شوفوا كيجيو صراحه مزيانين. ها نتوما انا راه صراحه راه بردوا. دابا ان شاء الله غادي نولي كناخذ البلاستيك الغذائي ديال الثلاجه او ديال المجمد، وغادي نولي كنحتفظ بهم ما نديرهمش في البلاستيك سخان، خليهم حتى يبردوا على خاطر خاطرهم صافي. وديرهم في البلاستيك. هنايا هذا البلاستيك هذا، سمعوا سمعوا الدراري الزنقه اش داير، اش داير. حنا عندنا هنايا الجرده غير باركين، ومره مره تيجيو هكا الوليدات كيلعبوا. ما نقولش لكم كيولي واحد الصداع، ما نعاودش لكم. ايوا ماشي مشكل. كما قلت لكم بالنسبه للينيام ديالكم ما تخليوهمش البنات، ما ديروهمش عفوا سخان، يعني خليوهم حتى يبردوا. وهذا النوع هذا ديال البلاستيك راه كتكون فيه واحد البلاصه هنايا، انا غادي نوريها لكم، كتكتبوا فيها بحال مثلا انا هادو درتهم بالفرماج وهذا والكفته مع لادان تيمي. غادي نكتب عليهم مثلا لينام بلادان تيمي او لينام بالكفته على حسب نتوما شنو درتو. هادشي اللي كاين، تبقاو اي حاجه درتوها كتكتبوا عليها، وماشي بالضروره تكتبوا عليها. انا غنوريكم حتى واحد الطريقه غنوريكم حتى واحد الطريقه هكايا تخدموا بها. ما عرفتش هذا واقيلا هادشي. غادي نقسمو على جوج ديال البلاستيكات باش ما يجينيش داك الشيء مدكس. شديتها بقيت كنخشي هنايا. شوف ها هما هادو، راه غيديو ليا لحقاش كاينين هادو، كاينين يعني بسيطلات وحدين اخرين صافي. غنحيد منهم هذاك الهواء صافي. هانتوما هكا كيبقاو مزيانين، ما تخافوش منهم نهائيا. هنا تقدروا كيما قلت لكم تكتبوا عليهم. الا ما عندكمش هذا النوع ديال البلاستيكات بغيتوا تستعملوا غير البلاستيك اللي كيكون عادي، غادي تاخذوا ورقه وتشدوها وتكتبوا عليها وتلصقوا فوق منها سكوتش، وتوليو تلصقوها هنا بالسكوتش ديالها. يعني هنا ما غاديش تحتاجي لا تيكيتا ولا حتى شي حاجه، ولا هاد اللعيبه هادي اللي غتكتبوا فيها ما غاديش تحتاجوا نهائيا. هادشي اللي كاين. دابا غادي نتسنى غير على الخليط ديالي ان شاء الله غير يخمر ليا هكا واحد شويه، وندوزو باش نشكلوا الكريسات ديالنا اولا
الميني بيتزا ديالنا، يعني كيبقى لكم اختيار يا اما ديروهم هكا صغيرين يا اما ديروهم كبار. انا هاد الكميه اللي غادي نعطيكم غير باش نصورها معكم، مازال ان شاء الله غادي نعاود نولي نخدمها المره الثانيه. هادو غادي نديرهم معكم صغار، الاخرين غادي ندير الحجم ديالهم اللي شويه يكون هكا متوسط، حيت شي مرات هاد الصغار كنبغيو هكا نعطيوهم لوليداتنا المدرسه، اولا مثلا نجيو عندنا الضيوف نبغيو نديرو هكا صغيرين، اولا مثلا تكوني كتبدلي هكا شويه هكا وشويه هكا، تكوني غير نتيا وليداتك ومنطاه صافي، تجبدي مثلا ديك الوحيده متوسطه راه كتكون كافيه بالنسبه لي انا، هذيك الوحيده كتكون كافيه لحقاش مثلا كيكون بطبوط كيكون مسمد، يعني كيكون مثلا الخير وسبحان الله رمضان راه غير عينينا الله يستر لي تيكونوا هكا كياكلوا، راه بالعكس راه واخا كتعمري الطبله راه ما كتاكليش داكشي كامل البنات، يعني كنجي نشوف انا واخا نعمر الطبله كنلقى راسي انني خديت حبه 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 صافي تيبقى داكشي، يعني نحاولوا ما امكن اننا نديرو غير القياس، غنسخنو نسخنو غير القياس باش هادشي ما يضيعش لينا، ونعطيو حتى للناس هكا جيراننا الى حدانا شي ناس هكا يا كتعرفوهم تقدروا تعطيوهم ذوقوهم. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ودابا نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا العجين ديال البيت. المهم الغزرات ديالي هنايا هانتوما كيفما كتشوفوا الخليط ديالي راه ضعف الحجم ديالو. دابا شنو غادي نزيد ليه البنات؟ غادي نزيد ليه هاد نص كاس ديال زيت المائده اللي ممكن تعوضوه بزيت الزيتون، اولا مثلا ديروا نص ديال زيت الزيتون، نص كاس ديروا مثلا ربع زيت الزيتون وربع الاخر ديروه زيت المائدة. دابا شنو هنايا غادي ندير؟ عندي هنا مزيج ديال الدقيق الابيض مع دقيق الفينو، انا خلطتهم هنايا بجوجهم مع بعضياتهم، يعني واحد الكميه نتوما غادي تبقاو كتزيدوا شويه بشويه حتى غادي تجمع لكم العجين ديالكم. ممكن البنات ديروا الكميه كامله كامله فورس، ممكن انكم ديروا كما قلت لكم مزيج ما بين الفينو والفورس، اولا مزيج ما بين دقيق القمح الكامل مع الفورس، يعني سيبقى لكم نتوما الاختيار. بسم الله انتما شوفوا القوام ديال العجين، غادي نحاول انني نخلطها مع داك الزيت حتى كينسجم مزيان، وعاد ان شاء الله غادي نبدا كنزيد شويه بشويه ديال داك الدقيق حتى كتجمع ليا العجين ديالي كامل. هنايا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا بعد ما كنجمع العجين ديالي فغادي نقسمها ان شاء الله على زوج، وغادي نبسطها بالمدلك في هذا البول هذا، فكنت دايره تقريبا زلافه فينو زلافه فورس فما زادش ليا داك الخليط كامل، بقى ليا تما واحد شويه هو اللي غادي نبدا كنرش به ونسرح العجين ديالي بالمدلك. فبالنسبه للسم كنحاولوا اننا ما نرقوش العجينه بزاف وما نغلضوهاش عاوتاني، ثاني نخليوها غليظه لان راه فيها الخميره مازال غادا تنفخ لينا في الفران فاش نبغيو ندخلوها، يعني لا داعي اننا نخليو العجين غليظ. بالنسبه للقطاعه استعملوا اي نوع ديال القطاعه بغيتو، واستعملوا كذلك الحجم والقياس اللي بغيتو، فانا ما غاديش يكونوا كبار صغارين بزاف وما غاديش يكونوا عاوتاني صغارين بزاف. من بعد غادي نولي كنقطعهم عادي، وقبل ما نقطعهم غادي ناخذ العجين ديالي غادي نتكها مزيان بالفرشيط، يعني هنايا فوق سطح العمل غادي نتكها بالفرشيط كامله، عاد نولي نقطع بالقطاعه ونحط في اللاطه. فهاد الطريقه هذه كتكون عمليه اكثر ما انكم تقطعوا العجين ديالكم دوائر تحطوه في اللاطه تبداو كتكوا فيه، فكتجي شويه القضيه صعيبه كيف ما شفتوا، يعني كتجيني انا هاد القضيه ساهله. هلا ديك الساعه ملي كنقطعوا كتبان لينا القطعه ديالنا ما متكوكاش مزيان، فكنوليو عاوتاني كنتكوها وصافي. هادشي اللي كاين، دابا انا غادي نكمل بنفس الطريقه نقطع القياس اللي غادي نحتاج نديرهم في اللاطه وندخلهم للفران يطيبوا فقط نص طيبه صافي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفوا الشكيلات واقتراحات اللي اقترحت عليكم في هذا النهار هذا.
كثيرا ساليت هاد التحضيرات اللي اقترحت عليكم اليوم. فاخر حاجه كنت شاركتها معكم اللي هي عجينه ديال البيتزا باللبن. فوليت درت واحده اخرى كما قلت لكم، غادي نولي مازال ندير كميه واحده اخرى ونخرج منها هكايا بيتزات اللي غادي يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم. على العموم بالنسبه لهادو البنات، يعني الكميه الثانيه اللي وليت خدمتها فانا درتها بدقيق القمح الكامل، يعني نديروا المرحله الاولى ديال اننا ندفيو داك الحليب، عفوا اللبن مع الماء والياغورت، صافي نخلطوه مع داك الدقيق الابيض في الاول دوك ثلاثه الكيسان وباقي العناصر. ولكن في التالي فاش كنبغيو نبداو نزيدو الخليط ديالنا ديال الطحين، فانا درت مزيج ما بين الدقيق الابيض والدقيق ديال القمح الكامل بالمخاله ديالو البنات. يعني نتوما تبقى لكم الاختيار، يعني عطيتكم هكايا جوج الاقتراحات، شوفوا يعني الاقتراح اللي غادي يسلككم غادي تخدموا به. فصراحه شوفوا لاباط كيفاش كتجي رطبه وزوينه، شوفوا. فانا غير شمعت العجين، يعني ما درتهاش نتوما القياس، ما درتهاش هذا، ما خليتهاش حتى طابت، ولكن واحد الوحيدات جوج تقريبا نقولوا حمرتهم. هادو ان شاء الله غادي نعمرهم وغادي نديرهم غدا ان شاء الله في الغدا البنات. صراحه قال لك والو ماما دير لنا بيتزا، قلت لهم صافي شافوا لاباط ديال البيتزا قالوا غدير بيتزا غدير بيتزا، قلت لهم صافي غدا ندير لكم بيتزا. هادو انا حمرتهم واحد شويه، غدا ان شاء الله ندهنهم بلاصوص ديال مطيشه ونصيبهم ليهم. وبالنسبه لدوك الصغيوين ها نتوما كيفاش كيجيو، كيجيو صراحه حتى هما زوينين ها نتوما، صراحه كينفعوا بزاف. هكا نقرب لكم، كينفعوا بزاف هكايا في رمضان، يعني كتولي غير كتجبدي وكتعمري وتدخلي الفران. ومازال ان شاء الله نشارك معكم هكا بزاف ديال الحاجات، باقي لينا كما قلت لكم ديكيش، باقي لينا القوالب ديال الكورني، باقي بزاف ديال الحاجات ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله غادي نستعن دائما بالبلاستيك ديال المجمد باش غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نجمع هادشي ان شاء الله في البلاستيكه، صافي ونحتفظ بهم في المجمد يعني عاد. انا كملت صافي، ها نتوما شوفوا، ها نتوما كيجيو صراحه مجموعين هكا مزيان، كيجيو هكا مستفين مقادين بالنسبه للاخرين اللي هما كبار. ها نتوما حتى هما جاوا مزيانين وصافي البنات او لينام حتى هما. هادشي اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله الاقتراحات اللي اقترحتهم عليكم اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، راهم بساطين وساهلين ماهلين. توقدوا يا العيالات وتوقدوا يا البنات وتوقدوا يا الغزالات وشمروا لي على دراعكم باش نوجدوا حنايا باش توجدوا معنا نتوما تحضيرات رمضان. على العموم يعني بين قوسين الناس اللي كتبقى تقول لك رمضان شهر العباده وشهر هادي وشهر هادي وشهر هادي، راه ماشي شهر الماكله فعلا البنات، حنا متفقه معكم 100%. ولكن علاش كنوجدوا هذا الشيء، علاش كنحاولوا اننا نوجدوا هاد التحضيرات باش هكا كنوفروا الوقت للصلاه لقراءه القران بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يختموا القران مره وجوج وثلاثه. يعني الا جيتي تدخلي الكوزينه وتبقاي جالسه فيها وانت كتوجدي في الفطور ديالك، فكوني على يقين لا صلاه تصليها في الوقت لا قران غدا تختميه. فانا صراحه والله ملي كنوجد هذا الشيء وكنخليه هكا في الثلاجه عندي ولا في المجمد كنوفر بزاف ديال الوقت، والله القسم الا كنوفر بزاف ديال الوقت. وهذا الشيء اللي كيدير غزالات، وانا غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد، فيديو جديد، روتين جديد، اقتراحات جديده وشهيوه جديده. يلا تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه.